ازاي نسافر الى ايرلندا، دبلن ايرلندا الجنوبيه 785 جنيه، كفايه قوي ان هي ممكن تسفرنا الى ايرلندا الجنوبيه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هندخل على موقع سكاي سكانر واقول لكم على خط السير، بس اهم خطوه لازم نعملها دلوقتي ان احنا هنطلع الفيزا لايرلندا. ما ينفعش نسافر ايرلندا بفيزا شنجن، لازم يكون معانا فيزا ايرلندا، ودي بنطلعها بكل سهوله من السفاره، بنقدم برضو بكل بساطه زي شنجن بالظبط. هندخل على موقع سكاي سكانر وعملت الاتي، دخلت كتبت من مطار اسفنكس الى مطار ميلانو مالبنسا، لقيت التيكت زي ما شايفين ب 2300 جنيه، ودي كانت اول خطوه اسافر بيها الى ايرلندا. وطبعا ممكن اسافر بارخص من كده بكتير، بس انا كنت مضطر في التاريخ ده، لقيت التيكت زي ما انتم شايفين. وبعد كده ممكن اقوم حاجز التيكت اللي انتم شفتوه قبل كده من ميلانو مالبنسا الى دبلن ب 785 جنيه مصري، وكده نقدر قدرت اوصل الى ايرلندا تقريبا في رينج ال 2000 جنيه من مصر. ايرلندا جميله جدا، دوله شعبها راقي، دوله من اجمل البلاد اللي انا سافرتها، فيها كل حاجه، جمال الطبيعه، لو انت بتحب الحيوانات المفترسه برضو في طيور مفترسه، شعب راقي، شعب محترم، مبسوط جدا من كل الفايبس اللي موجوده هناك. انا ارشح اي حد نفسه يسافر الى اوروبا ويبقى فعلا في حاجه مختلفه، سافروا الى ايرلندا الجنوبيه، هتنبسطوا جدا جدا جدا، وفي اكتيفيتيز كتير ومدن كتير جدا ممكن نعملها، بس مش شرط ان احنا نزور دبلن، لان ممكن نطلع الى دبلن وكذا مكان تاني. بعد كده خدت طياره من دبلن، دخلت برضو على موقع سكاي سكانر وعملت نفس الطريقه اللي دخلت بيها، بس طبعا ممكن ارجع بطرق تانية كتير جدا، بس انا حبيت ان انا ارجع تاني الى ايطاليا ومن ايطاليا الى مصر. بس في الحاله اللي انا سافرت بيها دي لازم يكون معاك يا اما فيزا شنجن ساريه ومستخدمه، يا اما يكون معاك جنسيه تسمح لك بدخول ايطاليا، لان في الحاله اللي انا عملتها دي محدش يقدر يدخل الى ايطاليا الا لو معاه فيزا شنجن. طب انا لو معيش فيزا شنجن فعذرا، لازم تعمل الطريقه دي في الحاله لو معاك فيزا شنجن، بس كده غير كده مش هتقدر تسافر، لان يعني لازم يكون معانا الفيزا الشنجن. طب في طريقه ثانيه نقدر نطلع طيران مباشر، والطيران المباشر من مصر على مصر، الطيران من مصر الى دبلن تكلفته تقريبا في حدود 18000 جنيه، من 18 وانت طالع ممكن توصل ل 23 25000 جنيه طيران مباشر من مصر الى ايرلندا. لكن في الحاله اللي انا عملتها دي قدرت اجيب سعر رخيص جدا، ودي تيكت العوده قدامكم 3000 جنيه، دي شامله دي الطيران من من ايرلندا الى مطار سفنكس، وقدرت ان انا اوصل ذهاب وعوده تقريبا في رينج 6000 جنيه تقريبا او ارخص. غير كده كنت محتار ان انا ادفع تقريبا 23000 جنيه. لو عجبكم الفيديو سوشيال لايك ومنشن وشير لاصحابكم، وشير الفيديو لو حد عايز يسافر الى